Welcome, welcome. Part 2 Resident Evil 0. الحين نبدأ نكمل ما تركنا. Resident Evil Zero. شكرا. اوكي نكمل بعد ما وقفنا آخر مرة أمس، اللي هو هنا. أصلا وين وقفنا أمس؟ نسيت. continue. الصوت واضح، كل شيء واضح، نكمل. ما في سيستم. هذا اوبشن. الاوديو شوي عالي عندي. هذا كذا كذا افضل. أنا الصراحة أحيانا ما أسمع اللي حولي. أوكي إيش السالفة؟ نسوي ليف ونكمل ما بدأنا. لحظة، البطاقة دي وش سالفتها؟ إيه التحكم، المغص. صح. يا تحكمهم ينرفز. يا اوكي كاري اون. وش ذا؟ هذا هانت. Delta team, we have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. هذا وسكا وليام. And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. Oof. Kelp. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? Ew. What happened? راح فيه. المفروض دخلوني، ضغط اكس. اوكي اظن بنواجه ذا اللي تحول فيه. هذا الانجن روم، كنترول روم. هم قالوا بيروحوا من اول. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. بس كذا. اوكي. stay who will stay behind Rebecca. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. What? Be careful. Yeah. الحين. مش بغيت تشرحي. اوكي خلي اخذ عدتي معي. ابى افضي اغراض. خذي. كيف أعطيها؟ اوكي كذا كنت بعطيها شيء ثاني. هلا اخذ رصاصة. لا التحكم ينرفز. طب باخذ رصاصة. اوكي بغيت اتورط واعطيها كل شيء. اعطيها هذا كمان احتياط. لا 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 اوكي كده تمام.
التحكم اللي نرفز. ليه ليش في؟ اوكي اوكي مرة التحكم يرفع الضغط. حلو. فك عمى. المشكلة في وقت وأنا قاعدة ما أطلع من وجهي. هلا أسوي لود. هذا خوينا. أنا مو موجود و... لا اللي أنا عضه من الكلاب. والله كثير. من فين طلعوا؟ أوف أوف أوف. الوقت راح وخروا عني. أنا ما أقدر أسوي دج هنا ولا شيء. أخلص. يلا يلا ارجع ارجع. محجرين الطريق وخروا. يا ليل وجع التحكم الزفت. شكلي بموت قبل لا اوصل. اوه هذا هو ستارز. وجع. مت صح. وجع ان شاء الله. اوف دمجة. مش كمان ادوية. اوكي شكلي بموت. بس كيف كذا مكثرية اللي تعبان. يا الله يمشي. قلت اخذ بلي عشان اقوى في التحمل. تصفل. ليتني استخدمت المولتوف على صح. صفقت. باقي دقيقة ونص. لحظة. قاعد ادور على كتاب الكواد اللي حق ريزدنت ايفل. خلاص لقيته. ممتاز. كيف؟ كفو. This is Billy. I've engaged the control device in the break. Over. Roger. I'll put the break on now. نيخ. إن شاء الله يطلع الرقم كاتبته. 36. 36. 3. آخر شيء.
اوكي تمام. اوف كويس اني كاتبته لاني ناسي الارقام. توقعت اني اموت خاصه انا بلا دنجر. هذا البريك انفضى ربك تضررت ولا شيء. ما شاء الله. بلي اتوقع ما تصدق قدي دينجا. اهم شيء انهم برا القطار. كيف كذا ما ادري. تسليك الف. Are you all right? Hey, we managed to stop the train. Yes, we managed. مرة. We have to find a way out. اوف. اوف. كل الزومبي اللي ما قتلتهم ولا ايه؟ اي والله. كيف طلعتوا؟ اوكي. لسه هو مصوب يعني باقي احد حي. اوكي كفو. اوه هذه الاغراض اللي رميتها. حلو حلو. خلي اخذ بيلي. كيف؟ اوكي كذا. في بخاخ هنا خلي اتهيل مرة واحدة. نسيت احط يوز على طول. خلصنا رصاصنا. ما شاء الله بداية جميلة جدا. باقي شيء ما اخذنا. حلو انه كذا حذفوا لي الزومبي وحذفوا ذولا رموا لي الاغراض برا. يلا لا تعال. كيف افتح الماب؟ كذا اخذنا كل شيء. يلا تمام. كاري اون. فين نروح؟ ما ادري فين الطريق. اتسيقوا. احا هنا حريق. طيب فين اروح؟ اوكي من هنا. نعم مو من هنا. من هنا. الكاميرا والتحكم مرة زفت التحكم. اذا جربتوها تلعب تفهمون قصدي. خاف يطلع لي مصيبة من اليد تهتز. احس في شيء بيطلع لي. يس. Where we heading? اوكي. طبعا ملابسنا الاصلية. The Umbrella Research Center? أما هذا نفسه اللي في القطار. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with him. Attention. This is Dr. Marcus. No much. Be silent as we reflect upon our company motto. تسجيل. Breach discipline. Discipline breach unity. Unity breach power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. هذا هو نفسه اللي في الصورة. ويتكلم. ما ادري بعد التحول صار شكله كذا ما ادري كيف. ايوه.
حشرات مجرفة. هو يسوي نسخ من نفسه. فهمت. 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Revenge. اوكي خلصنا. فجأة كده كأني أنا مسوي سكيب وأنا مو مسوية. هذا مكان مجين. اوكي. هذا قصر كبير. أظن في ضيعات ولفات كثيرة. أنا ما أعرف أخلط. المفروض أخلي ربيكة تأخذ. لحظة بحول على ربيكة. المشكلة الحين مخلص رصاصنا وادويتنا حبتين. حالتنا حالة. شكل بنبتلش. قروش الاعداد والتقديم. همش الاعداد والتقديم. ايه اعداد هذا. اوكي لازم اخزن بعد الفيلم اللي سويته. الرصاص حبتين. كيف اقدر امشي الحين الدنيا مليانة زومبيز. خير يا اخي. ادي انهم مبتلشين بس مو لدرجة انك تلصق فيهم بعد امشي. انا اظن باب صح مفتح. ما ادري. وش السالفة الحين؟ فين اروح؟ فين اولي؟ اتوقع ما راح استخدم الهاربون حقها. شكلي برميه هنا. برميه مكان واضح زي هنا. سكين احتياط يمكن. هذا كمان. اتذكر في تخزين هناك. يا في تخزين في رصاص. حلو اجمعهم مع بعض بعدين نرميهم مرة واحدة. واخذ بلي واخري. خلنا اخذ البتاع. يلا خذ الرصاص. اوف التحكم المغص. كل شيء بقول التحكم التحكم. فعلا التحكم خايس. شو السالفة؟ ايش في هنا؟ باقي في شيء ناخذه. احتاج سرفايفل ايتم. ماشي اصلا عادي. ايش في هنا؟ اذا في زومبي ببتلش. ما معنا رصاص. يب في. لا جاي متحمس. اوه في اثنين. ربكة تعالي. قاعد ابتليش انا الحالي هنا. ما شاء الله خلص. اوكي ذي قاعدة تتفرج علي. بس اشوى انها ما قاعدة تسمعني. قال شي ما يخلص صوتها. هي بعد وابتلش. ايش فينا؟ اوكي ما في احد. ايش هذا؟ مايكروفون. ابي رصاص. ابي ادوية.
ايش هذا؟ قولوا لي شو مفيد. وش هذا بذا الحين؟ ما اقدر اشيله. اجي خلي اشيله مع ريبيكا. دام ما معي شيء اخر انا اخر. ايش في كمان هنا؟ ممكن اخذ كتب معايا اصفقهم فيها احذفها عليهم. يا يا ارمي عليهم عشان ناخذ فائده صدق من العلم. اوكي ما في شيء هنا، بس اخذت مايكروفيلم ما ادري حق وشو. مكتوب عليه مايكروفيلم ايه، شكله فيه واحده ثانيه ما ادري اذا باقي زومبي. اتس لوك بدون فاير، ممكن قصدهم شعار فاير. اوكي جوتيت. احس اني كذا يائسة وانا من غير رصاص من غير شيء. هنا ما اقدر ادب نفسي بسكين بس. اوكي باب مقفل. locked from other side. اوكي اجل ما في شيء نسويه هنا، فنشوف طريق ثاني ننزل تحت. فين نروح؟ برضو اوكي اوكي كل شيء مقفل. طب انا اروح احس في شيء بيطلع لي من الطاقة هنا. اوكي ذا الباب مفتوح، توقعت يقول لي لا. صوت غربان غربان مو غربان. ايش اسوي هنا؟ اوكي اها ما ادري وشو بس اها. ما ادري التصرف صحيح. حطيت رجلي، ردة فعل كان اوكي تمام. اتوقع ما في شيء كان هناك ذا المكان الا ذا الشيء اللي ما ادري وشو. تعال خلنا نشوف الدولة تحت، اصلا ما ادري وش اللي اخذته. الله ليش ما يقاتل ذا؟ ساعد شوف لك حل. شكله رصاص وخلص. يب المشكلة ما بخلص ذا عليهم على زومبي يعني. هذا خل اعطيه سكينة. لا مو كذا، خل اعطيه سكينة. تشينج يا اخي، اعطيه بدل المسدس ولا شي كذا، واعطيه كويب يعني اقل شي يدب نفسه. ويا ويا طب يعني مفيدة نوعا ما maybe. بس كذا ولا باقي زومبي ما اشوفه؟ لا ما في. اذا سويت كذا وما ايمت على احد يعني ما في احد في الغرفة. رصاص كفو، شكلي اعطيه بلي. لا حتى انا رصاص.
شاء الله ألقى رصاص ثاني لي. حالتي حالة مفقعة. اوكي هيقوم علي هذا بس، والله احسه بيقوم بس مو الحين. احا ما اقدر اعدي، تدمجت ما ادري انا اوريدي كوشن فما ادري. تعال تعال نفر هلال. ايش فينا؟ اظن خلص الصوت هنا. يب شتغن يبك ياخذيها. ما في مساحه. damn it. اوكي كذا مديني شتغن ثاني حلو. خلي بفعل ضغط اذا القعب. خلي معي فرنا بيلي، خذ الشيء هذا المدوش فين مع هنا برضو. خلينا نشوف ايش السالفة. قروش الأغراض هنا. خذ الزفت ده. الحمد لله على السلامة. وأنا يمكن بيرفع ضغطي أكثر شيء التحكم في ذي اللعبة. أي مي يا بقرة. المشكلة ما مداي عضها، كيف صارت كوشن؟ اوكي امشي امشي، كل واحد ياخذ له حبه. يلا ما بدا يعضها، اول ما امسكها ضربته. يا حلاوه مكان خايس وتحكم زف. هو اللعبه حلوه بس وفكرتها حق البارتنر نبدل مع بعض نستفيد من بعض وكذا، لكن مشكلتها مساحة الأغراض والأغراض كثير. هنا فين ودينا؟ رجعنا هنا. اوكي أقل شي فتحت باب اختصار للمكان. متقروشة. خل احط هذا اوريدي هنا. لا ما على بكه عليل. واخ واخ قع قع.
انسى احط اكس على الغرض من غير ما لازم افتح الانفنتوري اول شيء. باقي لي قطعة ثانية هذا ما يحل بس اقل شيء نشيله عنا من زين المساحة عشان ناخذه. اوكي شو السالفة؟ معنا كرين حق وش الكرين؟ ما ادري طريقي صح؟ امشي امشي. المفروض اعطيه الرصاص هو لان انا عندي 7 طلقات وهو طلقتين في الشوت جان. يا كذا اوكي ولا اقول لك فين المكان اللي شفناه اول يحتاج الكرين. اتوقع لو سووا ريميك للعبه هذه طبعا الكثير يقول ما يحتاج ريميك هذه ريماستر يعني بس تضبيط للجرافيكس ولا هي نفس الفيلم نفس التحكم القديم كل شيء لو يسوي عليها ريميك الله ليه مو حق ذاتها ولازم ألصق فيه كذا هذا قصدي الأشياء القديمة ما تغيرت. دلفت لوكسني وزبون You stay here. Yeah. كذا عادي هذا بدائي جدا يعني كمدان نروح سوا. اوكي مات لا اوكي الحين مات مت ولا باقي اوكي مات اشوف دمه يطلع يو يو ما اكزامن كمباي. المهم اللي عرفت انه طلقتين ويموت والله من الخرشة طيرني. قلع 3 طلقات واي تو كان 2 ما عندي مساحة ف كيف اخاف احتاج اخذ شيء قدام ولا شيء فجعني وش ذا اتوقع دواء على العقارب الباقي. اطلعي ما من خرجت من دوله نسيت جراده اتوقع جراده متحوله احس يوم وش ذا حسبته ستاتو خدي خدي ذا على الطريق يعني حسبته ستاتو تامي اذون ممكن يموتوني حتى نسوي كومباين عشان مساحة واقعد كذا ايش ذا المكان انا ناسي كل شيء ممكن نسوي حاجة لازم بلي كان المفروض جبت بلي صح ولا دام ان هذه ما تقدر عليها ما يطمن المكان اللي فوق
ما حد انخرش. اف منه. اوه جرانيت دولانشا. يا جرانيت لانشا. الله خلاص جرانيت لانشا وما عاد اقدر اخذ اي شيء بعد. ما شاء الله. يعني بفهم حاطين مساحتين ليش. ليش. طب الشنطة دي ما احط فيها شيء. ما اقدر اخذها. وهذه كمان احتاجها عشان التمثال اللي حطينا فيها الميزان. ما شاء الله. والحل. لازم اشوف لي حل صراحة كده ما ينفع. وش ذا؟ Door now unlocked. رجعنا هنا باب باختصار. حلو. ما ادري وش جابني هنا لكن افكر اني اخزن. عشان مشيت يعني سويت اشياء كثيرة واخاف اموت ولا شيء واعيد من اول فخلي اخزن احسن. لحظة ما اخذته. ايش مساحة الغبية. احس نكبت نفسي. خذي المدوشو. ايه للساعة باخذ الله يصبرني على ذا اللعبة. ترفع الضغط تحكمه. saving content. انا ودي اجيب بلي. اتوقع ذاك الباب الاختصار على بلي ميزه. اتوقع هو للتبديل عشان بعيد. المشكلة ما عندي الا رصاصتين في ذي ومسدسين فاضي. حتى سكينة ما معايا. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. الجمال ده. كذا إذا عديت حيمسكني. الطلقتين اللي باقية معي أفلحا حرفيا. ما أقدر أسوي شيء يعني. كويس خزنت قبلها. ربك هنا. تعالي يا أختي تعالي فزعين بشيء. تعالي قربي. ما اقدر اسوي اكسشينج وانت اخذ الدنيا. لا Let's regroup. Okay. يا الحوسه. شو السالفه الحين؟ بخلي معي مولتوف. اقل شي فيه شي بيده. انا متاكده ما اخذه نورمال ولا هارد. احس اغراضي شويه وحالتي حاله. هو في شيء قالوا لي اجيب بلي يسويه. الكرين ذا اللي ما ادري فين. تعال خلف على تخبيصي ولعبي. خرابيط. يا ويلكم منور روان.
المفروض أبدل الشخصية هي. أصلا ما أدري وش قاعد أسوي الحين. عليكم السلام، نورة حياك، تمام أخبارك؟ قاعدة حايسة مع دول الحين. ما أدري فين أروح. هنا تمام. أصلا مش السالفة. في شيء معين. أوكي لا تقول ما في مكان. لا حول، سوي خل أعطيه مسدس. أنا حاسة مع دول الصراحة. ها خذ، خلي معك. لا مو ذا. أقل شي يكون في يدي حاجة. خلاص كذا تمام. حايسة فيهم ذولي. يا ربي خلي. اوكي تمام، يب كذا تمام. اوه ماي جاد. يا لحظة، بلي ما معه أسلحة، نسيت. بلي ما معه أسلحة. أوه ماي جاد، جبت العين. إيش أسوي؟ الله. ما بلي نسيت أعطيه الأسلحة كلها مع ربكة. ما ينفع، لازم اطلع. مخزنة قبلها بشوية. حبيت سلسلة ريزيدنت ايفل. وافقة، ما اعطي ابلي كل الاشياء. ما معي شيء. كل الأسلحة كان مع ربكة، لكن مخزنة قبلها على طول، يعني مديني قاتل وبد. نسيت ان ربكة تم سكينة. اللعبة حلوة لكن فيها غباء شوية، يعني التحكم فيها. الشنطة صغيرة ويعطوني أشياء كثيرة يعني. وهنا ما أقدر أسحب على الزومبي، لازم يمسكوا فيني، فلازم أقتلهم، خاصة المساحة ضيقة ما يمديني أهرب. تعالي يا أختي، هتي الأسلحة اللي معاك. شوف أسلحتي كلها فاضية. أكدا أيوة كذا تمام. خل أبدل ذا وش أبغى بلينك الحين أصلا. كل شي صفر عندي الحمد لله. أظن هذه اللعبة كانت على، ما أدري، أظن كان على بلايستيشن 2 أول ما نزلت، ما أدري، لكن الحين أنا محملتها على البيس 4. أتوقع كذا يكفي. معايا جرنيد لانشر، معايا شوتجن، إن شاء الله أقدر أقاتل.
تعال يا اختي. One more time. المشكلة معطيتها شد قانو ما فيها اي رصاصة. انا هنا طفرانة رصاصة طفرانة ادوية طفرانة كل شيء. سو سكيب. بس اتوقع عندنا اهزم الدودة اظن كانت دودة. يا التحكم يا الكاميرا. Thank you. حلو التشجيع. إن شاء الله أقدر أقتله. خلاص عارفة. أص. تعال. ارصا. خلص رصاصي ذا. اوكي. اص. ما اشوفه. المشكلة. خلها. يا الله خلص رصاصي. خلصت كل رصاصي عليه. تعال جيبها. كفو. حيوان. يا اظنها دمجها. Are you all right? Yes. Thank you. ناشف توقعت دمجها. ما شاء الله مصفرين ما معانا ولا شيء. معايا مولتوف حبتين ودواء. تتوقعون اختم بهذا الشكل؟ I don't think so. الحين شو السالفة؟ أخذنا مفتاح أحمر نفتح فيها بوابة. باب بوابة أنا. باب أحمر. فيها أغراض كثيرة ما قدرت أجيبها معي. ما أدري فين السكينة رميتها. أتوقع بتفيدني الحين أصلا. اوكي المفتاح مع ربيكا. افتح الباب يا اختي. ان شاء الله القى رصاص هنا. واهم شي ما في عداء. اي اشوى المكان فاضي. ايش ذا الصوت؟ ايش ذا الصوت؟ في صوت كي تش تش كذا ما انت سمعته. اوكي. ما اقول ايش فيني محشورة طلع في درج هنا. ايش فيها؟ وش تسوي ذا؟ طيب بس لمبة. حسب عندكم سالفة. لا تعال تعال. انزعل. في رصاص حلو. المساحة دي بتجنني. تعال خلنا نضبط عفشنا. ابي اعبي الشتقن الثاني لانه احسن من اللي هو ذا. اوكي كده تمام.
النحاس أم اللعبة. لا دفها، ما أنا كيف أدف ذي ناس بعدي آخر يا أختي. طيب هناك آه في شيء ينمع هنا. الحمد لله، عشان اخذ غرض واحد لازم ما ادري وش افضل، مسدس لكن هذا شكله اكشخ. الحمد لله صار معها سلاح الحين. طسي هناك اقعدي، انت استي هي عشان ادف الطاولة دي. اختصرت بدل ما اخذ اللفة واط انزل يديها هنا. اخذ ذاك الشيء من اول الماء. نسيت دي ما عندها مساحة يا ربي. اوكي معاها مساحة الحين. يلا اتشيغو تعال. اوكي اخي لا تاخر ولا كيف؟ بعد خلاص بلعب فيك. طس يلا العبارة شو اسم العبارة، اللعبة عبارة عن نتحاشر ما عندنا مساحة ومن غير رصاص، هذا اللي عاني فيه هذه الفترة. اصلا مش اللي اخذته. العقربة، عقرب ساعة يعني قصدي. المفتاح الأحمر يفتح باب ثاني إذا ما خاب ظني في المطبخ ذاك اللي نزلنا ولقينا فيه زومبي. تعال تعال يا أخوي. انا بس بفتح فيه عشان اخذ مساحه، المساحه هنا فل. اتوقع هنا القى الباب الاحمر الثاني. يا الله الشات جان لا تخلصه. قتلته يا ابني، لا تخلصه رصاص. شكلي بشيل منه الشات جن ويقعد كذا. يا تروي تروي ان شاء الله ما في زومبينا. ابو رصاص ابو شيء عبي عفشي. ايش ذا الصوت؟ لايتر فيو. انا ما معي لايتر، اتوقع مع هذا يا فاقوم اخذ ذا واسوي تشينج مع هذا واسوي كومباين. يا حلو، اصلا وش الفائدة؟ ما في رصاص، شوية اسعفوني احتاج رصاص. ايش ذا؟ اسوي مولتوف، شكلي بروح اسوي مولتوف زيادة. يعني هذا الفيلم كله عشان اخذ بنزين حق مدري وشو حق اللايتر. ما في رصاص هنا ولا هنا ما شفته ولا شيء. اتمنى في رصاص ما شفته عشان اخذه للاسف. هذا يا اخي ما مرتاح، حاله سدحته كذا مو مريحه. ما ادري جلسته
أكيد بيس حيفجعني. أبعبي بنزين للمولتر. آه نسيت معي هذا. أوكي هنا سكينة خلي أخذها. أنا واثقة أخذ يعني واثقة إني أخذ الصراحة برضو. أوكي والحل احتياط بس لين أخلص شغلة. بعبي مولتوف. باين بعدين نسوي ذا ليف ما عاد احتاجه واخذ اللي عند ريبيكا واخذ اللي عند ريبيكا بعدين اوه يا ربي بعدين اسوي كومباين مع بعض. ياي اي ديد ات فاينلي. انا قاعد اجمع سيرفايفل ايتم هالفتره. خل اخذ ما في الا هي العشبه الوحيده انا بيني وبينها. خل اخذ سكينه احتياط اذا خلص صار. خلي السكين. الحمد لله. نعم شينا. الله يخلف عليكم على لعبتكم. هذا حالات الأشياء القديمة أنها ترفع الضغط ما تتماشى مع التطور حق اليوم والسهولة والمرونة والأشياء هذه حق الحين في الألعاب اللي متعودين عليها. لا يقوم بس ما عندي رصاص فاضية له. الحين شو السالفة؟ عقرب الساعة الدكة وين أحطه؟ أحس إني ما وصلت للباب. أوف ما عندي مساحة. فخلنا نكمل هنا. يطلع لي شيء هنا ما فاضية. هنا في غربان خلي احط وجهي بسرعة اخاف بلي ينشب معاهم الحين عشان ما ينشب معهم كده. تعال تدون ليش شلت المسدس منه؟ عشان الدرج لا يقعد يقاتلهم يسويها. اوه هنا رصاص. هنا فايدة اني ما اخذته اول مرة وفايدة ان ما عندي مساحة. perfect just perfect. طب اخترعوا لنا صندوق اقل شيء صندوق. الحمد لله انت معك ست رصاصات. انا المفروض احط عقرب الساعة. use it. move the handle. صح اتذكر كتبت الحلول. انا معي دفتر خاص بالحلول حق الالعاب مو غش انا كاتبته مجهودي عشان ما انسى. اوكي الساعة نحط 8:15 دقيقة. كيف اسوي 8:15؟ لا عكس 15 يكون هنا كذا 15
لا 15 غير على رقم 3 صح؟ والله اني مفقع عند المعرفة في الساعة اتوقع كذا. يا انا احب الاكواد اللي معايا اللي كاتبتها. هو مجهود خاص طبعا زي ما قلت انا اللي كاتبتها كلها بعد ما حليتها عشان ما انسى. حلو فتحنا ابواب. هذا ما اقدر استخدمه، لازم اخذ اللفة وكالعادة بشيل السلاح من بيلي علشان لا يسوي لي فيها فاهم ويروح يقاتل الغربان. بحاول اخذ الادوية على السريع اللي عند الغربان، ما ادري خلوني. بسرعة امشي امشي. ما خلوني ما خلوني، خلاص خلاص بمشي خلاص، ما ادري ما ادري ادوية. تعال تعال يا درج. ايش صفقوني انا وخلوا الثاني. ان شاء الله ما تدمجت ناشو، ما تدمجت. حلو 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 جدا. خلاص برجع لك سلاحك عشانك عاقل. لا بخلي امشي ببلي. اصلا وش سويته؟ فتحت ابواب اظن صح؟ الابواب هذي فين؟ نسيت فين فتحت باب اللي جنبنا هنا، ما ادري فين يوديه. اتمنى ما يكون في زومبي، ما ادري فرق. تلفت. ماتوا؟ يا ماتوا بعد ما تصفقت. ثانك يو. امشي كذا لما اوقف الزمن. خذي هذا يا انا كوشن من اول عضه تصير كوشن. شات قنامو خذها، عندك مساحه. لا حول ولا قوه الا بالله. خذي ذا عشان الشات قن مع بلي، فاخذيها انت. تبهذلت تبهذلت يا جماعة تبهذلت. ايش هذا؟ ما عمري لعبت ريزيدنت ايفل وجبت العيد كذا، ما ادري ايش فيه. ما قد خلص علي ادوية، ما قد خلصت علي، لكن بس كذا يعني تصفقنا ومتنا عشان ذا الشيء بس. طب اعطوني رصاص حق الخسائر اللي خسرتها تو، اعطوني رصاص. ماشي هنا الرصاص مرة نادر، غريب مرة. أتذكر أجزاء قديمة ما كانت كذا يعني، كان ألقى رصاص في كل مكان. الباب الثاني فين؟ ولا لونه أبيض بعد. شكلي بأخذ بحط خزينة وبشوف فين الباب. يا قلت بخزن، انا احس لازم اخزن، مشيت كثير كمان قتلت البوس ولا خزنت بعده صح؟
ما ابغى اقابله مره ثانيه. اوكي فهمنا خلاص. العلم الحبر، عند الحبر اكثر من الرصاص. خلي ارمي هذا حاليا لين نشوف لها صرفه. المكان الثاني خل اتذكر فين فين كان فين كان يا مكان. وفي باب هنا صاير والله، في باب هذا شيء ما شيكتني، وهنا في باب بس مقفل. ايش فيني ما شيكت؟ اتوقع انه هنا الباب الثاني فتحته، اتوقع ليس اكيدا. والله في منطقة كمان كثير هنا، ممكن الحين القى رصاص او القى عدو. اتذكرت هنا موقف خايس، ما بقى اعيده من جديد. اتذكرت هنا موقف خايس انه اصلا ما له لازمة اني اروح هناك. اتذكر لما شفت الحمام تذكرت على طول صارت لي ازمه هناك، وما في ما في اي شيء هناك فاضي. هذه المشكلة في ذي اللعبة، لازم نقتل كل الزومبي لأن روحي ما نقدر نمشي وهم موجودين، مستحيل. مكان حشرة هنا. هذا البروجيكتر ونسيت، رميت الأفلام وجيت. ما شاء الله نسيت الأفلام، فلنذهب نجيبه. راح أجيب الأفلام اللي رميتها. تعالي أنا أم العيال. وش هذا اللي قصدي عليه أول؟ هذا اللي ينفع معاه. أوتش، فكها. حسبي الله عليك. كلي يا أختي حبتين خضرة كوشن. أوكي هذا اللي كنت اتكلم عنه، انه حشرني في الحمام مرة ومع اللي من شوية دخلته ومع الطلال. هذا الوحش اللي هو نفس نسخة ذاك، سوى منه نسخ، ما يموت الا بالنار. ايش اسوي؟ بروح اخذ الافلام اللي رميتها ما ادري ليش. ما عندي مساحة صح؟ اوكي ربك عنده
بكة. هل أعطيها حبة؟ أوكي كده أفضل. أنا فين الثاني رميته؟ هذاكو أشو حسب أني رميته بعيد. كويس يلا نرجع نشوف الأفلام. أصلا مش في الأفلام هو أفك لغز أظن في لغز هناك. تعال أنت والله مطفرة كل شيء حتى الأدوية ما عاد فيه خلص. إيو أخرو تجمعوا علي ما ادري بيجي معايا بلي احيانا اذا بعدت منه مره ما يجي. هاي بقى تعبه. اوكي هنا احط الافلام حق البروجيكتور. يا ايش هذا؟ هذا اظن لغز ما ادري اذا كتبته او لا. وفي لغز اسويه هنا اللي هو الورقة اللي اعطوني الحل اظني كاثبته عندي بال ايو ايو اخره. لا لا تطلق يا حيوان مش تطلق يا حيوان عشان لا يطلق بس. امشوا لا لا امشي. أوتش أوتش. المشكلة أنسى أحولهم بعد ما أفتح الشنط حقهم لازم برضو أبدل عشان تضررت. يلا خذ سلاحك خلك شاطر لا تخلص الصاص حقي معي حبتين. أنا يقعد يطلخ فيهم ما يمشي معايا وأبتلش يخلص الصاص ويضيع الوقت ويتدمج. امشي عي والله صاملة رغم الطفرة لكن صاملة. انا يعني وانا العب قاعد اتذكر وش اسوي هنا وش اسوي هنا ولا انا من زمان ما لعبت اللعبة. اتوقع نسوي حركة بحيث ان نحلها دفعة واحدة. لحظة انا كاتبتها الصف اللي قبل الاخير الصف لا ما قصدي كذا انه هنا يا كده صح؟ يس. ايش سويت؟ فتحت الابواب. حلو حلو. Follow me. سوينا progress. دام سوينا بروجرس برضو نخزن ونشوف ايش ورا هذه الابواب ولا
وانا العب قاعد افكر يعني انا في البداية صح ضبطت وضعي بعدين جبت العيد. انا لعبت نورمال لعبته مرة واحدة بس وكان صعب علي اظن النورمال كان صعب جدا يعني كان ما في ادوية زي الحين انا قاعد العب على النورمال. خلص اوكي خلص عشان اقدر اتكلم الصوت عالي. زي ما قلت انا قد لعبت النورمال اول وحسيته مرة صعب كاني العب هارد. زي ما انتو شايفين الرصاص شوية ادوية ما في كاني العب هارد. اتوقع ختمته على الايزي وكان برضو صعب لكن كان فيه رصاص يعني يعطوني ما يقصرون. افكر نعيد اللعبة بالايزي هو بس عشان نستمتع لان الحين انا متورطة ما معي رصاص وانا تذكرت قدام بواجه اشياء كثيرة قوية وما عندي رصاص اللي هو الابواب اللي فتحتها تو. يعني افكر ممكن اعيد اللعبة واوصل لذي المنطقة بعد ما احل دلوز يصير اكمل البث او اني اكمل من هنا ما ادري ايش رايكم. انا بوقف هنا واشوفكم ان شاء الله بالبث الجاي. وربيكا طفشت ما الومها الصراحة لان اللعبة ترفع الضغط. فاشوفكم بالبث الجاي. باي باي.